يقول لي أخ لديه ثروة وكان يعطيني، فوجدت منه منة فقلت إن مالك من حرام أو مالك حرام علي، وطلقت ألا أأخذ منه شيئا وأنا الآن محتاج، فما الحكم؟ هل أأخذ؟ المشكلة الطلاق، ولو كان حلف بالله ما يأخذ منه شيء قلنا كفر كفارة يمين وخذ، لكن الطلاق هذا لازم يراجع المحكمة.